هذا الملتقى منظم من طرف جمعية مجموعة أصدقاء خليج واد الذهب، ومن طرف الشركة السياحية الداخلة أوبتيميستيك، ومن طرف مؤسسة المغرب الأخضر. ما كان العدد الكافي للرحلات شور مدينة الداخلة، وكذلك سعر البية شور الداخلة بزال جد مرتفع، لكن نتمنى من الجهات المسؤولة عن هذا القطاع، لأنها حتى هي تبذل مجهود وتدير محاولات باش نحققوا هذه التنمية المستدامة. سيتم إعداد الملتقى الوطني للسياحة المستدامة في مدينة الداخلة يوم 28-29-30 في شهر سبتمبر، شهر 9، بمناسبة اليوم العالمي للسياحة اللي هو يوم 28 سبتمبر تخليدا لهذا اليوم واعترافا به. لماذا اخترنا مدينة الداخلة لانعقاد هذا الملتقى الوطني للسياحة؟ لأن الداخلة لديها خليج استثنائي، هو تقريبا روح المدينة، إذا الحفاظ عليه طبيعته وحمايته ملزمين بها كاملين، لأنه هذا هو روح المدينة، واقتصاد المحلي للمدينة مرتبط به الاقتصاد الرياضات البحرية، مرتبط به الصيد التقليدي، وكذلك من هون الشهرة تقريبا سيتم فيه تربية مشروع تربية الأسماك، واللي تستفاد منه تقريبا 500 شاب. إذا حماية هذا الموقع الطبيعي الاستثنائي شيء مسؤولية كبيرة، وليس فقط مسؤولية البعض، وإنما هي مسؤولية الجميع. إذا إلى تم هذا الخليج حي طبيعيا، مدينة الداخلة لا يتم حيا، ولا يتم اقتصادها حي، ولا يتم التوسع، ولا يتم لا طالعة في السماء، ولا يتم نجمتها دائما باينة في الضب. الهدف الأساسي لهذا الملتقى الوطني للسياحة المستدامة اللي يجمع جميع الجهات المملكة بمدينة الداخلة يوم 28 سبتمبر تخليدا لليوم العالمي للسياحة، هو أساسا التعريف بالخصوصيات الإيكولوجية، بالخصوصيات الثقافية، بالخصوصيات الرياضية، بالخصوصيات الاجتماعية لكل جهة، واستغلالها وتوظيفها وتسويقها في السياحة المستدامة. لأنه السياحة المستدامة هي نوع من السياحة جديد، ماشي في التطور، ماشي في النمو، ماشي في الصعود، وماشي في التوسع، وهو مستقبل السياحة عالميا، وعنده إقبال كثير 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 كثير. وإحنا باقين نسوق هذا المنتوج الطبيعي ليس فقط على مستوى الداخلة، رغم أن الداخلة عندها مؤهلات كبيرة 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 حتى، لكن 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 لا زالت مدينة الداخلة من حيث ترويج منتوجها السياحية بزال ضعيف، بزال فيه الخدمة كثيرة، وبزال فيه كثير ما يعدل. وهذا الملتقى منظم من طرف جمعية مجموعة أصدقاء خليج واد الذهب، ومن طرف الشركة السياحية الداخلة أوبتيميستيك، ومن طرف مؤسسة المغرب الأخضر. ولا يشارك فيه بإذن الله القطاعات المسؤولة على السياحة على مستوى وطني، اللي هي وزارة السياحة، ووزارة الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة،
وزارة الثقافة، وزارة الرياضة، والمهنيين على مستوى وطني، الكونفدرالية الوطنية للسياحة، والجمعية الوطنية كذلك للفنطقة، كذلك لا يشاركوا فيه مواليه كذلك مستثمرين. وهذا الملتقى هي فرصة للتعريف وتبادل المعلومات وتبادل التجربة وكشف فرص الاستثمار في قطاع السياحة المستدامة، لأن الداخلة متقدمة في هذا الجانب، وحققت ياسر من الانجازات، لكن بزال ترويج مدينة الداخلة وتعريفها وطنيا وتعريفها خارجيا لا زال ضعيف. وحنا لهنا بذلوا مجهود كبير حتى في هذا الاتجاه باش نروجوا السياحة الداخلية اتجاه الداخلة. وبعد هذا اللقاء لهنا نقوموا ان شاء الله بحملات ترويج على مستوى المدن الكبيرة في المغرب، على مستوى قادير، مستوى مراكش، مستوى الدار البيضاء والرباط وطنجة، باش نعرفوا بهذا المنتوج، هذا المنتوج الطبيعي ونبيعوه وطنيا، رغم على ان الداخلة بزالت اليوم تعاني من الاكراهات في النقل الجوي، ما كاين العدد الكافي للرحلات شور مدينة الداخلة، وكذلك سعر البية شور الداخلة بزال جد جد مرتفع. لكن نتمناو من الجهات المسؤولة عن هذا القطاع لأنها حتى هي تبذل مجهود وتدير محاولات باش نحققوا هذه التنمية المستدامة. هاي التنمية المستدامة لأن هاي التنمية المستدامة اللي الملك الله ينصره يتكلم عنها في جميع خطاباته الرسمية، يتكلم عنها دائما في خطاباته الرسمية وعطيها أولوية خاصة، ويتكلم عن الطاقات المتجددة، يتكلم عن المياه، يتكلم عن السياحة المستدامة، يتكلم عن التنمية البشرية. إذن قعدنا نبذلوا كاملين مجهود وباش نحققوا هاي التنمية المستدامة، ليس فقط على مستوى الداخلة وإنما على مستوى ربوع المملكة. وطلبنا رسميا رعاية ملكية لهذا الملتقى، لأنه ملتقى وطني أساسي، هو موضوع الساعة، موضوع المستقبل، والمغرب بذل فيه مجهود كبير حتى، لأنه المغرب استضاف قمة المناخ، والمغرب صادق عليه الكثير من تشريعات حماية البيئة، فقط باقي تنزيل الكثير منها وتنفيذها على الأرض. إذن المغرب مقارنة مع دول ثانية اليوم تقريبا أصبح متقدم في هذا الجانب، والملك الله ينصره بتوجيهاته السامية وتعليماته ابتنات الكثير من المحطات في الطاقة لكي ينحقوا نموذج طاقوي خالي من الكربون والانبعاثات. وكذلك يتكلم لي عن المياه واستعمال المياه، وبتناول كثير من محطات المياه ومحطات تحليل مياه البحر لاستعمالها واستغلالها هذه المياه. في إطار المبادرات المنظمة في إطار هذا الملتقى الوطني اخترنا تقريبا 30 ندوة على شكل حوار. وتقريبا هذه الندوات والله هذه الحوارات عامة لجميع نواحي المغرب، كل جهة خصصنا لها موضوعين ثلاثة مهمين في التنمية المستدامة. مثلا جهة العيون خصصنا لها مثلا باش تفهموا النمطية اللي ماشيين
نمط الحوارات والندوات اللي نفذوا في هذا الملتقى. خصصنا لها مثلا 3 مواضيع. الموضوع الاول وهو مهم 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 حتى وجد مهم، ومدينة العيون حقت فيه انزازات كبيرة، هو غادي صدى 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 التشجير الحضاري في المدن، وصدى لجودة حياة سكان المدينة وفوائده الإيكولوجية. هذه مدينة العيون لأنها مدينة صحراوية، مدينة فرد قاحلة، استطاعت بفضل جهود أولادها وأبنائها وتسيير مجلسها البلدي على أنها تحقق إنجازات كبيرة، وقبضت جائزة في المدن، في جوائز المدن العربية لحماية البيئة، وتبارك الله عليهم، ونموذج نموذج تقريبا للأقاليم الجنوبية كاملة، لأنها فرد قاحلة. الموضوع الثاني اللي اخترنا مالي كذلك لهذه الجهة هو تثمين الموقع الأثري لمدينة السمارة واستغلاله للدراسات التاريخية، لأن هذا الموقع موقع أثري واسع تقريبا 20 كيلومتر مربع من 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 الآثار، غير مستقل للسياحة المستدامة حاليا، ولكن فيه بعثات، فيه دراسات علمية، دراسات تاريخية على هذه النقوش، وتم إصدار بعض الكتب بمساندة وتمويل من وكالة تنمية الجنوب، ومشكورين حتى على هذا الجهد. الموضوع الثالث اللي اخترنا لهم كذلك بهذه الجهة هو المحمية الطبيعية ديال خنيفيس. هذه المحمية اللي تم تفويض عملية تدبيرها وتسييرها ايكولوجيا وسياحيا من طرف جمعية محلية وناشطة، ونالت كذلك هي حتى جائزة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة هي هذه السنة. هاي تقريبا لا نماذج هاي الحوارات إن شاء الله اللي يتناقض في هذا الملتقى، هذه مثلا محاضرات، والله هاي الندوات اللي تلقيها الناس اللي واقفة على هذه المشاريع، الناس اللي تقود هذا المشروع، الناس اللي تقود عملية تدبير هذا المشروع، اللي عارفة مشاكله بجميع مكوناته. موضوع مدينة العيون اللي يلقيه إن شاء الله بإذن الله، وطالبين على إنه يلقيه المهندس الزراعي اللي متكلم بالمساحات الخضراء في مدينة العيون. موضوع مثلا مدينة السمارة ديال الموقع الأثري اللي تلقيه إن شاء الله الجمعية المتكلفة بالتراث والثقافة المتكلفة بهذا الموقع، كذلك موضوع المحمية اللي يتحاور فيه كذلك الجمعية اللي متكلفة بتدبير هذا النمط. هذا فقط، كل منطقة خصصنا لها موضوعين ثلاثة، مدينة الداخلة، لقدير، مثلا لقدير دنا مثلا لجهة تقدير دنا مثلا منتوج زيت أرقان واستعماله ايكولوجيا في اعداد وسائل النظافة ووسائل التجميل. وهذا الموضوع يلقوه مثلا بعد التعاونيات النسائية اللي مندمجات ومخرطات في هذا الميدان، كذلك في الشمال في الحسيمة ومنتزه الطبيعي ديال الحسيمة، المشروع السياحي العملاق ديال مارتشيكا، كذلك فيه الكثير من المواضيع، لأن يعني الدولة حقيقة بذلت الكثير من المجهودات، وإحنا كمجتمع مدني وكخواص كذلك قعدنا نكملوا هذا المجهود ونثمنوه ونوصلوه لأهدافه باش نحققوا التنمية المستدامة بجميع أبعادها. واحدة من المبادرات الثانية
في هذا الملتقى ان شاء الله، ولا يقوموا بحمله نظافه شواطئ خليج وادي الذهب، لانه خليج بالنسبه لنا مهم حتى، ومحميه طبيعيه بحريه تحظى تحتوي على اصناف بحريه نادره، وحمايه هذا مياهها وحمايه محيطها اساسي، لا من طرف السكان ولا من طرف الخواص المستثمرين كذلك في الجانب السياحي، ولا يقوموا بحملات تحسيس ونظافه هذه الشواطئ انطلاقا من شهر 9 حتى انعقاد الملتقى الوطني للسياحه، كذلك اللي نعدلوا متحف صغير متحف حجري يضم عينة مختلفة من الأحجار الصحراء، مختلف الأحجام، مختلف الأنواع، ومختلف مكونات. هذه أول بادرة مثلا يتعدلها إن شاء الله شركة الداخلة أوبتوميستيكس، زايد عليها مجموعة أصدقاء خارج وادي الذهب، وتلقينا تعهدات كذلك من الكثير من الناس اللي عندهم كثير من هذه الأحجار باش يضموا معنا ويخرطوا في هذه المبادرة. مبادرة ثانية كذلك هو إن شاء الله لين يفتحوا مطعم مدتها 3 أيام المنعقد في الملتقى الوطني للسياحة، مطعم للذوق الذوق الذوق المنتجات الزراعية والسمكية اللي تنتج في الداخلة، لا في الزراعة، لأن تقريبا الداخلة تبارك الله راهي في الجانب راهي صبحة الزراعة الحديثة وصلت بلد بعيد، لأن في كل هكتار قاعد ديال الزراعة اليوم الداخلة صبحة تنتج 180 170 طن من كل 3 أشهر، وعندها عينة مالية من الأسماك متنوعة، تقريبا 90 من الأصناف الأسماك، وتقريبا 70% من الاسماك اللي تسوق داخل المغرب وتصدر شهور الخارج تخرج من مدينه الداخله. كذلك لهي نطلق ان شاء الله ايام هذا الملتقى موقع السيت ويب ديال الداخله اوبتيميستيك، هذا الموقع ان شاء الله لا يعرف جهه الداخله ومدينه الداخله، ولا يسوق بمنتجاتها بشكل عام ومنتجها السياحي. كذلك له يعدلوا مسابقة في الصيد بالقصبة على مستوى وطني، ولا يتشارك فيها جميع الجهات. نتمناو على ان هذا الملتقى يحقق الهدف الرئيسي اللي مقصود منه، اللي هي تنمية مستدامة في جميع أبعادها، وعلن يعود ملتقى كيف قلت سابقا، يعود ملتقى ديال تبادل التجربة وتبادل المعلومات وكشف جميع فرص الاستثمار في الجانب السياحة المستدامة. واحد من المواضيع كذلك اساسي في هذا الملتقى كذلك هو موضوع ادخال وسائل الاعلام وتقنيات التواصل للتعريف والتسويق بالمنتجات السياحيه، لان اليوم نعيش عندنا في عالم الرغمنه، واللي ما هو مسوق في هذا الاطار ما يوصل هدفه، لا قريب ولا بعيد. اذا هذه المحاضره اللي تكون ان شاء الله محاضره من المحاضرات الاساسيه، ولهي نلحوا لجميع الخواص المستثمرين في هذا الجانب على انهم يسبقوا منتجهم في السيت ويب ويطوروه ويحسنوا من تدبيرهم في التسويق في هذه السياحه. شكرا.